السلام عليكم. اليوم نتكلم على العملية نتاع الترميم اللي راهي سارية في مدينة الجزائر، واللي عرفت أشواط جد متقدمة، حيث أنه فيه كثير من شوارع العاصمة تم يعني ترميمها، وقد وصل عدد العمارات التي تم ترميمها إلى حدود سنة 2000 ونهاية 2022 إلى حوالي 2000 عمارة تم ترميمها كلية، وكاين حوالي الآن حوالي 180 عمارة راهي قيد الترميم، خاصة في شارع ديدوش وشارع العرب بن مهيدي ومنطقة باب الواد إلى حدود منطقة الكتاني، وكذلك شارع يعني ديدوش مراد باتجاه قصر الشعب، وكذلك شارع جيش التحرير اللي راه كذلك تمت عملية الترميم. وأضيف إلى ذلك هناك الواجهة البحرية نتاع العاصمة اللي راهي كذلك فيه أشغال تاع ترميم كبيرة، وكان عملت إحصاء يعني البنايات الرمزية أو التاريخية حول العاصمة، اللي أخذ يعني يكون فيها أن ستاتي نتاع الحماية نتاعها، وبالإضافة إلى كذلك عملية ترميم القصبة اللي فيها أحياء كثيرة راهي قيد الترميم. وسوف نتطرق إلى عملية الترميم في القصبة في فيديو آخر إن شاء الله. أترككم تتابعون هذا الفيديو لبعض البنايات التي تم ترميمها، والبعض الآخر اللي راه يعني قيد الإحصاء. والسلام عليكم.